حاير بين عقلك وجنونك. ما اكثر شيء عمليه عملوا المجمع الجديد بتاع الحليب وتشوفوا الخضار يعني هون دونك لا فيردور بارتو. هذه من هنا تبدا بطبيعه الحال مطموره تروما حتى نوصلوا للحدود الجزائريه يعني حتى التبرقه والعين دراهم وحتى البنزرت هذه كلها مطموره تروما يعني كل يعني قلنا في بالنسبه للزيتون او زيت الزيتون او الحبوب هذا كل كانت تبعث الروما مثلا يعني تعقيب الحديث فما حتى الحوايج سكون ابل اون ديليكاتيس حوايج اللي مش ديما يلقاهم في روما في عهد الرومان كما مثلا اللوز كان يتبعث من تونس اللوز من هوني فهمت كان مثلا الجماري احنا الاختيشو علاش توكي نشوفوا بعض الفسيفساء لوحات الفسيفسائيه في الرومان نلقاو الاختيشو موجود وعليش محطوط الاختيشو بالضبط لانه كان يتزرع كان هنا في تونس في منطقه جديده ولا تعرف انتم وكان عنوان للغناء يعني للثراء فهمت سي لا ريشيس سيتي ان سيمبول دو ريشيس دونك مش اي عائله في الوقت الروماني ينجموا في روما نحكي لكم خاصه في تونس وخاصه في روما ينجموا يشريوا الاختيشو اللي قعدت في اوروبا من الاختيشو الكناريه حتى 1960 وحتى 65 اواخر الستينات والسبعينات قعدت ديما زاد منحصره في العائلات الثريه هي اللي تاكل الاختيشو وكان عامه كذلك مثلا الكرموس احنا بتاعنا اللي فيك الكرموس كانوا زاد يهزوه من تونس على كل حال باش نبسطوا الحكايه شوف احنا ترى نحكيو على بانتيليريا ولامبيدوزا والحروق اسمعوا بيقول اللي نحكيو ساعات يعني بطبيعة فخر واحد يحكي للأجانب اللي في العهد الرومان كان العكس كانوا يحرقوا من روما ومن سيسيليا باش يجيو لتونس وباش يجيو لقرطاج لأنه قرطاج كانت عندها قيمة كبيرة ياسر هي تقريبا بعد روما أهم مدينة بعد روما فكانوا دائما يحلموا باش يمشيو لتونس ويعملوا لا فورتون في تونس يلقى الخدمة هنا في تونس يشريوا الأراضي الشاسعة لأنه كانوا
رميتك في ماما ضاع حبيب اه يا ندى واليوم يا الاخوان احيانا
Thank you.
ارحمي يا راحت لعقل ترحمي من شفات الصخامي كيف لقى حيور وانتي مسليا روحي يا رغزة الفاطمة ارحمي يا راحت لعقل ترحمي من شفات الصخامي كيف لقى حيور وانتي مسليا روحي يا رغزة الفاطمة دار القمور مهجتي وضحاب حسامو مع سهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان ابن رحمة ارحمي يا راحت لعقل ترحمي من شفات دار سقامي كيف نبقى حيار روفي يا رمز الفاطمة